انضم إلينا من كربلاء مراسلنا جاسم لهميم. مساء الخير يا جاسم، ليلة العاشر اقتربت، كيف استعدت لها كربلاء؟ مساء النور عليك. بالحقيقة الخطة الأمنية والخدمية والصحية وأيضا خطة النقل تجري على قدم وساق بصورة جيدة جدا. الآن بمحافظة كربلاء وبهذا الوقت تحديدا هناك خطة أخرى تمت إضافتها بالفترة الأخيرة اللي هي خطة تسيير المواكب الحسينية داخل قطاعات المدينة القديمة وبالقرب من المراقد الدينية المقدسة. هذه الخطة تجعل دخول وانسيابية حركة المواكب الحسينية مع الزوار بصورة جيدة لكي لا يحصل هناك تدافع أو حالات اختناق، فهناك مواعيد تعطى لكل مواكب حسينية بفترة الدخول إلى المراقد المقدسة وأيضا فترة الخروج منها. هذه الخطة جعلت حركة الزائرين داخل محافظة كربلاء وبالخصوص مركز المدينة بصورة سلسة، ولا توجد هناك أي حالات التدافع أو أي زخم قد يحصل ب هذه الخطة. إضافة إلى ذلك الآن وبهذا الوقت تحديدا أيضا هناك خطة النقل تعمل من أجل إرجاع الزائرين الوافدين إلى محافظة كربلاء. أود الإشارة إلى أنه لحد هذه اللحظة لم تحصل هناك أي قطوعات أمنية. الزائرين يصلون إلى محافظة كربلاء وبنقطة قريبة جدا من المراقد الدينية المقدسة. الخطة الأمنية تجري بصورة جيدة جدا، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي المهندس العقيد أحسان الأسدي المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة كربلاء. سيادة العقيد أهلا ومرحبا بك بحصاد الثامنة. أطلعني على سير الخطة الأمنية اللي جرت بخلال زيارة العاشر من محرم. قبل الزيارة كانت هناك عمليات استباقية، ماذا حصل؟ وأيضا بهذه الزيارة كيف هي الإجراءات الأمنية وكيف هي سير القطوعات ووصول الزائرين إلى أي نقطة قريبة من المراقد المقدسة؟ نعم، بداية عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. شرعت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة وقيادة عمليات كربلاء المقدسة بخطة أمنية خاصة بشهر محرم الحرام. ابتدأت هذه الخطة بالقيام بعمليات استباقية قبيل بداية شهر محرم. هذه الخطة الاستباقية تمثلت بقطاعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي وكل طيران الجيش، بالإضافة إلى القوة الجوية والأجهزة الاستخبارية والفنية والاختصاصية من مفارز المتفجرات والكيناين. أيضا هذه الخطة الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام شملت توزيع المدينة على 3 أطواق أمنية وتوزيع القطاعات على المحاور والطرق التي يسلكها الزائرين باتجاه المدينة المقدسة. أيضا تم الاعتماد بشكل كبير على دور كاميرات المراقبة المنتشرة في عموم المحافظة، هنالك أكثر من 1000 كاميرا منتشرة. أيضا الاعتماد على الكاميرات الحرارية المتواجدة ضمن الحدود الإدارية والمناطق الصحراوية، وأيضا دور لكاميرات الذكية المتواجدة في السيطرات الخارجية، ومن خلالها تم إلقاء القبض على عدد كبير من المطلوبين إلى الجهات الأمنية. أيضا هنالك تعزيز للقوات المتواجدة في المحافظة من خلال موارد وزارتي الداخلية والدفاع. كان هنالك مؤتمر للسيد معالي وزير الداخلية واتصال مباشر مع سيد قائد الشرطة بشكل يومي وكل ساعة حول تطورات الوضع الأمني ومدى دخول الزائرين وكيفية التعامل معهم. الخطة الأمنية تسير وفق ما معد إلها، الخطة الأمنية مرنة، لا توجد أي قطوعات، كل القطاعات الأمنية أخذت دورها وتمركزت ضمن قواطع المسؤولية. إن شاء الله هذه الخطة لا توجد أي قطوعات والزائرين يصلون إلى المحافظة بكل سهولة ويسر إن شاء الله. شكرا لك سيادة العقيد على هذا الإيضاح. شكرا جزيلا لك. نعم، هذه الخطة الأمنية بما يخص وما أطلعنا عليه العقيد أحسان الأسدي المتحدث باسم قيادة الشرطة. قبل قليل كان وزير الصحة موجود بمحافظة كربلاء أشرف ميدانيا على سير الخطة الخدمية والصحية لما تقدمه دوائر الصحة إلى الزائرين الوافدين إلى محافظة كربلاء، وأيضا أخذ الإجراءات اللازمة فيما يخص هذا الموضوع. هناك دور كبير للعتبات المقدسة، نشر العديد من المتنسبين للعتبات المقدسة لمساعدة ومساندة سير هذه الزيارة. هناك العديد من المتطوعين
للكوادر المنتمية أيضا للعتبات المقدسة، كان دورها أيضا الإشراف على متابعة ومساندة خطة هذه الزيارة. هناك دور كبير من الناشطين المدنيين المتطوعين داخل محافظة كربلاء بالسير داخل هذه المحافظة وتقديم المساعدة لجميع الملاكات، سواء كان عن طريق بلدية كربلاء ومساعدتهم على التنظيف وتجهيز كل ما يلزم من أجل إنجاح خطة هذه الزيارة. من كربلاء كنت معنا مراسلنا جاسم لهبيم، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.